وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد الإخوة. نبغيكم تركزوا مزيان مع هذه اللقطة اللي غادي نحط لكم. شوفوا كيفاش الجماهير المغربية كدير استجوابات مع قنوات في قطر، وركزوا مزيان مع داك الجزائري اللي غادي يدخل. المهم ركزوا مزيان مع هذه اللقطة هذه. لاحظتوا مزيان كيفاش المغربي صبر تاعيا ودفعوا في الاخر. المغاربه هازين درابو تخشى هو صحه منهم، بغى ياخذ الميكرو كيز في ديك المولوديه الجزائر. وهذه ماشي اول لقطه ولا ثاني لقطه ولا ثالث لقطه غادي نحطها لكم بنفس الطريقه. دائما في ما كاين شي مغاربه كيديروا شي استجوابات كيدخلوا هما صحه كيجيو قدام الكاميرا ويغطيو على درابو المغرب ويبداو بنفس الطريقه ديال 1 2 3 في الزريبه. والمغاربه كياكدوا كيقولوا حذاري، المغاربه اللي مشاو تما كياكدوا كيقول لك حذاري من الجزائريين اللي كاينه هنا داخلين ديك الطريقه ديال خوا خوا، ولكن راهم قبل المونديال ب 20 يوم هما تما، والهدف ديالهم هو التشويش على المغاربه. المشاكل اللي كتوقع دائما كاينه مع المغاربه، هما كيستهدفوا غير المغاربه، والمشاكل ما كتوقعش مع شي جماهير من غير الجمهور المغربي. فحذاري الناس اللي تما، حنا ماشي كنقولوا لكم سيروا تدابزوا معاهم ولا كنديروا الفتنه ولا لا، رد غير البال لراسك، ما تدابز مع حد، ما تناقش مع حد، ما يدوخك بديك خوا خوا. ديما خلي واحد الحدود بينك وبينه، لان راه ما شفناش لقطه واحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، بزاف ديال اللقطات شفناهم على المباشر. المغاربه هازين درابو كيدخلوا صحه يضرقوا على درابو المغرب. اش كدير انت تما؟ المنتخب ديالك كاين تما لا ما كاينش؟ اذا شنو كدير؟ جاي تفرج وبقى بعيد. وعلاش بالضبط كتشوفوا درابو المغرب عاد كتجيو قدامه وتبداو وان تو جري؟ زعما شنو الرساله اللي كتوصلوا؟ فانا ميساج سمعته من عند الاصدقاء ديالي من قطر، هادشي اللي بغيت نوصلو للمغاربه اللي تما. الى اي واحد شاف هذا الفيديو، ما كنقولوا لك دابز مع حد، ما كنقولوا لك دير الفتنه مع حد، ولكن ما يدوخوكش بخاوه خاوه، وخلي ديما واحد المسافه الامان بينك وبينهم، لان هاد الناس راه الحقد تجاه المغرب راه رضعوه من الصغر وقراوه لهم في المدارس وتربوا عليه. والى هما عندهم مشاكل معنا، حنا ما عندنا حتى شي مشكل معاهم، حنا كندافعوا على الوحده الترابيه ديالنا، ما باغي نصدع مع حد، ولكن اللي قلب علينا غادي يلقانا. فهذه الرساله اللي بغينا نوصلوا، نتمنوا ان الامور تدوز بسلام ان شاء الله. كيف ما شفنا بان عبد المجيد تبون كان حاضر في المونديال، علاش؟ لان ما تاهلش المنتخب ديالو، تاهل هو، وضروري خصنا نسمعوا وان تو جري في الزريبه تما. وكيف ما العاده بلد الشعارات، الاعلام خرج قال لك قطر كتشكر الجزائر لإنجاحها المونديال بقطر. او نتوما كي درتو نجحتو هذا المونديال؟ بنيتو معاهم شي حاجه ولا بنيتو معاهم دوك الملاعب؟ صايبتو معاهم دوك الفنادق؟ زفتو ليهم الطرقات؟ شنو كيفاش نجحتو هذا المونديال؟ شنو درتو نتوما؟ حتى التاهل ما تاهلتوش ليه، كيفاش درتو نجحتوه؟ راه كنقول لكم بلد الشعارات، نتوما بلد الشعارات الفارغه، منتقبه ومثقوبه، وانتوما غادا القوه الهاربه والقوه الظالمه والقوه الاقليميه واحسن منظومه صحيه وزيد وزيد. اش نجحتي في قطر؟ اشنو نجحتي في قطر؟ هادشي اللي انا ضرني في راسي. قطر كتشكرك، علاش تشكرك؟ زعما الناس كوميديا وصافي، ولكن راه يطلح عليهم واحد الجزائري غادي يضحك لك على تبون مزيان، وغادي يجبد الخفايا ديال اللي وقعت تما. كيفاش كان مهمش ما بين الرؤساء؟ فخليكم مع شنو قالت الصحفي. نتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. لسي مازال ما مشتركش معنا، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. الله يقال انه تنظيم عالمي. المهرج تبون يحقق العالمية في قطر، سلام الله عليكم. يبدو أن تبون والنظام الجزائري مصرون على أنهم يقومون بإيصال الجزائر إلى العالمية، ولكن بطبيعة الحال ليس الوصول إلى العالمية بشكل إيجابي وإعطاء صورة جيدة لبلدنا، وأن الناس تكتشف يعني الطاقات الموجودة في هذا البلد وربما غدا تكون إنجازات في هذا البلد. لا، يوصل البلد إلى العالمية، وهم تقريبا حققوا ذلك اليوم أكثر من أي وقت مضى، بإضحاك البشرية على بلدنا، بإضحاك العالم كله على الجزائر. واليوم في خرجة جديدة، ولو أننا تعودنا أن النظام الجزائري يقوم بأمور لأول مرة تحدث في تاريخ البشرية، اليوم الرئيس المعين تبون اختار يعني هذا التوقيت بالضبط اللي هو كأس العالم، وكل الأنظار موجهة إلى قطر. تعرفوا بأنه كأس العالم يتابعها أكثر من 3 ملايير شخص،
عبر حول العالم. يعني اختار هذا الحدث بالذات وهذا اليوم بالذات حتى يفضح ويبهدل الجزائر أمام العالم ويكشفنا يعني كفضيحة، لأنه ما قام به اليوم لم يحدث في تاريخ البشرية. وراح نتكلموا الآن على هذه النقطة. واحد يقول لك وش صرا وش كاين، تبون راح للمشاركة في افتتاح كأس العالم في قطر، هذا أمر جيد بطبيعة الحال أنه رأي الجزائري يروح لو كنا في وضع عادي إلى قطر ويحضر افتتاح كأس العالم، حتى إذا كان المنتخب الوطني لكرة القدم لم يكن له المستوى، ورأيناها في المباراتين السابقتين للتأهل لكأس العالم، لا مؤامرات ولا أي شيء، منتخب بدون مستوى. ولكن حتى إذا ما كانش عنده هذا المنتخب مستوى، عادي أنه الرئيس الجزائري يروح لحضور الافتتاح. لكن تبون بطبيعة الحال هذا المهرج، وأننا نحاول نتفادى هذه الكلمات لما نخوض في الشأن السياسي، ولكن هذا الشخص مهرج بأتم معنى الكلمة. لماذا؟ شوفوا معي جزء فقط من هذا الفيديو، يعني وش يدير فيه تبون. من أروع ما يكون، أروع ما يكون، وراه يعطي فيه تصريح. أنت لما تشوف هكا هل تقول بأنه هذا رئيس تاع بلد؟ بربكم هل لما ترون صورة مثل هذه تقولون بأنه هذا رئيس تاع بلد يتكلم في قناة رياضية؟ أسيدي نحيو جانبا أنها قناة رياضية ونفوتولو بأننا في وضع تاع كأس عالم وغير ذلك، وهو يتكلم مع قناة رياضية. لكن هل من المعقول أنه رئيس تاع بلد يظهر أمام ماكدونالدز وأمام كوكاكولا؟ عمركم شفتوا في تاريخ البشرية حدث أمر مثل هذا؟ ماكدونالدز وكوكاكولا وفيزا اللي هي بطبيعة الحال تنتج البطاقات البنكية، الجزائريين لما يحبوا يجيبوا بطاقة فيزا صاروا وكأنهم راح يستوردوا مخدرات، رغم أنه الجنرالات لما يدخلوا مخدرات الجزائر ما في حتى مشكل، لكن المواطن لما يحب يجيب كارت فيزا تاع هادو بايسيرا ولا ما شابه ذلك حتى يخدم وحتى يدخل يعني عملة صعبة للجزائر، يعاملوه وكأنه لص أو سارق. ولكن كيف أنه رئيس بلد يظهر أمام علامات تجارية وكأنه لاعب تاع كرة قدم أو مدرب تاع كرة قدم؟ هل من المعقول؟ هل شفتوا إيمانويل ماكرون يظهر بهذا الشكل؟ هل شفتوا محمد بن سلمان يظهر بهذا الشكل؟ هل شفتوا رئيس بلد محترم لو كانت مثلا شركات وطنية وراءه؟ أي شركات، حتى إذا احنا ما عندنا الاقتصاد ولا أي شيء، ولكن لو كانت على باليش أنا الشركة تاع اللصوص هذوك تاع كوندور، أو على الأقل شركة جزائرية، هذه شركات عالمية لا علاقة لها بالجزائر لا من قريب ولا من بعيد، يربطها عقد تاع سبونسورينغ مع الشركة المالكة للحقوق مع الفيفا ومع الشركة المالكة لحقوق البث اللي هي بين سبورت. ولكن كيف انه رئيس بلد يوسخ البلد تاعو ويشوه صورة البلد تاعو ويظهر امام ماركات وامام لائحة اشهارية وكأنه لاعب تاع كرة قدم؟ هل من المعقول رئيس تاع بلد يظهر أمامه وراء العالم تاع بلده، يظهر وراء واجهة فارغة أشجار مش مشكل، ولكن أنك تظهر أمامك لافتة والبروتوكول لا ينتبه لهذا والرئيس المعين لا ينتبه لهذا لأنه ما يهمهم صورة الجزائر؟ السيد رايح تعرفوا هذاك تاع الإنسان، يعني بالعبارة تعرفوا القصة تاع الديب اللي حكاها لنا الرئيس المعين تبون، يعني راح يريق يعني بالمعنى هذه انه ناس تشوفوا انه ياخذ صور، حتى انه شفناه مع بطبيعة الحال شفناه مع محمد بن سلمان كيف وكأنه يعني اسعد يوم في حياته كما كان مع أردوغان من قبل وظاهر يعني في واحد الوضع. هذه بداية. ثاني شيء لما تكلمت عليها في قمة المناخ قلت بأنه الرئيس المعين تبون رماوه كل 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 كالزبالة في الطرف حتى ما يظهرش في الصورة الرسمية، وهي الصورة الرسمية على فكرة، الصورة الرسمية تاع قمة المناخ أين هو الرئيس المعين تبون؟
هيا ابحثوا على الرئيس المعين تبون، كما كنا نحوسوا على الأخطاء السبعة لما كنا صغار، ابحثوا على الرئيس المعين تبون. كل القادة تاع البلدان التي تحترم نفسها ظهروا في قمة المناخ، يوم تكلمت عليها قالوا لي انت والتفاهات والطراهات وتركزوا على الأمور الغير مهمة. لماذا اليوم أمير قطر اللي لما جا للجزائر هاو الوضع تاعو في الصف الأول أمام الرئيس المعين تبون في افتتاح المسخرة تاع ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي كانت فشلا على جميع الأصعدة ومن يقول غير ذلك، كتعرفوا هم أنصار النظام. ولكن كيف اليوم يتكرر نفس الشيء في قطر وفي افتتاح كأس العالم، الرئيس المعين تبون هاو هنا وما يبانش حتى في الصورة الرسمية. عندكم محمد بن سلمان، عندكم الرئيس تاع الفيفا، وعندكم عبد الفتاح السيسي، وأمامه ملك الأردن، ملك المملكة الأردنية. مع احتراماتنا للمملكة الأردنية ودون التقليل من شأنها تماما، ولكنه بطبيعة الحال حجما وإرادات وغير ذلك، المملكة يعني الأردنية ما عندهاش نفس المداخيل اللي تملكها الجزائر، هذه متفق عليها، ماهيش بلد بحجم الجزائر. كيف انه ملك الأردن دائما في الصف الأول، هاو الملك عبد الله الثاني هنا، ما جاش فقط للمسخرة تاع القمة العربية بطبيعة الحال لأنها كانت مسخرة، ملك الأردن أيضا في قمة المناخ في الصورة الرسمية موجود في الواجهة مع إيمانويل ماكرون ومع قادة العالم المحترمين. الرئيس المعين تبون ابحثوا عنه إن وجدتموه. اليوم يتكرر هذا مع أكبر حليف للنظام الجزائري، منذ أشهر هم يقولون أن قطر الشقيقة وقطر أقرب بلد إلينا وقطر يحبونا وأمير قطر يحب الجزائر وغير ذلك. المشكل أنهم مش يكرهوا الجزائر، المشكل أنهم لا يحترمون هذا النظام، لا يحترمون أنه يكون بلد على رأسه مهرج مثل هذا، مستحيل انه الامم تحترمك. اليوم لما كنت قبل دقائق تعرفوا حتى بكرهي الشديد لهذا النظام، لاني نعرف بانه هو اللي دا البلد هذا للتهلكة. والله لما كنت نتابع في يعني في الافتتاح تاع النشرات تعرفوا على الساعة الثامنة سواء الفرنسية او غيرها، كنت نقول على الأقل لو يظهر يعني هيك الرأي، حتى لو كان الرئيس المعين تبون وحتى النظام الفاسد هذا، قلت على الأقل تظهر الجزائر بأنها موجودة، ما كانش في الصورة، لأنه في الصورة حطوه جانبا. تعرفوا شكون كان جالس أمامه؟ النائب تاع رئيس تقريبا، جابوا له يعني المسؤول على الحراسة في القصر الملكي في القصر في قطر. يعني لا احترام، من يعطوه عندنا احترام لهذا البلد بسبب هذا النظام؟ يعني كيف انه رئيس الجزائر لو كان رئيس محترم، لانه على رأس الجزائر اليوم رئيس يعني مهزلة ومهرج، كيف لا يظهر في الصورة الرسمية؟ كيف لا يظهر في القمة تاع المناخ، ما يكونش في الواجهة؟ نفس الشيء يتكرر اليوم. والنظام واعلامه اخويا انا تخلعت، خرجوا لنا اليوم قال لك انجاز عظيم، قال لك اصبر اصبر، فيها انجاز عظيم وانتم المشككين راحين تسكتوا، مش راحين تزيدوا تقدروا تهضروا تماما. واش كاين يا جماعه الخير؟ خير ان شاء الله، بالك تبون داركش انجاز في قطر، قولوا لنا واش كاين على الاقل نشوفوا ان شاء الله نفرحوا بالجزائر. هاو الاكبر انجاز، اكبر انجاز، هاو اكبر انجاز للنظام واعلامه، يحطوا لنا في صورة يبدو فيها تشوف فيه كيف محمد بن سلمان حتى في الجلسة تاعو إنسان محترم، محترم بلده بالأخطاء اللي ارتكبها من قبل، ولكن صار يحترم شوية الهيبة. شوف الوضعية تاع الجلوس، شوف الرئيس المعين تبون، ويظهر بأنه الآخر هو كأنه يوبخ في الرئيس المعين تبون. وشوف الجلسة يعني ماهيش تاع رئيس بلد، مش هيبة تاع رئيس بلد، الهيبة مهمة، البروتوكول في هذه الأمور مهم، أنك تكون في الصورة الرسمية في الواجهة. لماذا دائما قادة العالم جو بايدن ومن معه، لماذا ماكرون دائما في الوسط تاع الصورة ودائما في الواجهة؟ لماذا حتى الملوك تاع الدول الخليجية ملك الأردن وغيرهم دائما تلقاهم في وسط الصورة؟ لأنهم يقوموا بعمل على البروتوكول حتى يظهروا دائما في الواجهة. لما تكون بلد محترم لابد أنك تكون في الواجهة، لأنه الآن لما العالم يشوف افتتاح كأس العالم في قطر 3 ملايير شخص،
راهم شافوا الامير تاع قطر، لكن شافوا امامه شكون؟ محمد بن سلمان، عبد الله الثاني، عبد الفتاح السيسي، شافوا امامه هادو القاده، وما شافوش الرئيس المعين تبون اللي رموه جانبا وكانه زباله. هذه هي الحقيقه، لانه قال لك هذا المهرج ما يصلحش انه يظهر في الواجهه، رغم انه قطر منذ ايام، مش حتى منذ اسابيع، منذ ايام كانت في ازمه تاريخيا مع المملكه العربيه السعوديه ومع جمهوريه مصر العربيه، ورغم ذلك اليوم حتى مع المملكة الأردنية العلاقات لم تكن في أحسن مستوياتها، ولكن اليوم لما يديروا الافتتاح تاع المونديال شكون يحطوا في الواجهة؟ يحطوا هؤلاء. الناس تفرح في لما كنا في قمة المناخ، الناس تفرح بأن رؤساءها كانوا في لقاءات ثنائية في صالات مغلقة جالسين وغير ذلك. احنا وش صار النظام يروج له؟ نظام صار فرحان بلقاءات وين؟ شوفوا واش شوفوا هم واش راهم يقولوا، مش انا راني نقول، هم واش راهم يقولوا الاعلام ونظام. الرئيس تبون يلتقي زعماء وقادة عرب بصالون القاعة الشرفية لملعب البيت. عاد هذا بالنسبة ليهم كما في قمة المناخ، الناس كانوا في القاعات المغلقة، وهو تبون قال لك يلتقي في القاعة الشرفية بالملك الفلاني وبالرئيس الفلاني، وبأن ماكرو عطاه قبلة تاريخية في القاعة الشرفية ولا في المدخل تاع القاعة. هل هذا هو الحجم المستوى اللي وصلت ليه الجزائر اليوم؟ اننا صرنا نرمى يرمى يعني حتى مهما كان رئيس معين، ولكنه يمثل الجزائر. هذا هو المشكل في النظام، هذا انه يمثل الجزائر، يعني وكانه الجزائر ترمى جانبا وما تحطش في الصوره الرسميه وما تظهرش صوره الجزائر امام العالم. اليوم كانت فرصه تاريخيه بطبيعه الحال، والاعلام ونظامه ما يستحمروا في الشعب. شوفوا واش قال لك، قطر تثمن جهود واسهامات الرئيس تبون في انجاح المونديال. ايوا سبحان الله، هذا اكتشاف عظيم. احنا كنا نقولوا قطر والانجازات تاع قطر وكيف قدرت تنظم هذا المونديال والملاعب والطرقات والفنادق وغيرها والبنى التحتيه. اخويا ظهر تبون هو اللي بنى كل شيء، ما بناش الجزائر. بصح كان يبني هو في المونديال وكان هو يحضر في المونديال. هل سمعتم قناة عالمية واحدة تتكلم على تبون بأنه شارك في إنجاح المونديال في قطر؟ هل القطريين نفسهم سمعتوا أي مسؤول يقول لك الجزائر شاركت باش نشاركوا بشركات البناء؟ احنا بنينا ملاعب، بنينا طرقات، احنا رانا غارقين في شكارة حليب، احنا رانا غارقين في شكارة حليب. كيف تحب انه ناس مثل محمد بن سلمان اللي حب يخرج بلده من التبعية المحروقات، اللي كان في قمة العشرين، اللي كان في كوريا الجنوبية، اللي مهما كان، لانه انا مانيش من النوع اللي البارح كنت نقول السلبيات، لكن اليوم لما نشوفوا تحسن في التسيير تاع في ناس كيف راهم يقودوا في بلدانهم، ولو انه لا دخل لنا في امورهم الداخلية، ولكن يعني الانسان لما يشوف انه بلد حب يخرج من التبعيه للمحروقات، مشروع نيوم اللي هو مشروع ضخم في المملكه العربيه السعوديه، رؤيه 2030، لما تشوف شخص كما هذا راح يحترم مسخره مثل هذا المهرج اللي مازال غارق في مشكل شكاره حليب وفي قرعه الزيت، مستحيل انه يحترم البلد هذا، مستحيل مستحيل. ولا واحد راح يحترمك، ولا واحد راح يعطيك هك ثانية باه يقول لك انت رئيس بلد فلاني. الصور اللي يداولها الاعلام العالمي اليوم هي اللقاء تاع السيسي واردوغان، هي القادة تاع يعني محمد بن سلمان مع امير قطر، السيسي مع امير قطر، هذه هي الامور التي يتداولونها. لكن الجزائر اصلا في الصورة الرسمية الرئيس غير موجود، يا عجبة، حطوه مع الحارس تاع القصر، راني ننكت شوية ولكن تقريبا حطوه مع النائب تاع المجلس الوزراء. ها وينو تبون؟ ما يظهرش في قمة المناخ، وينو تبون؟ ما يظهرش في الواجهة. من هو الرئيس اللي عقد لقاء ثنائي مع تبون في قمة المناخ؟ ولا واحد، اللهم، تاع هولندا ولا تاع ايطاليا الجديدة يعني رئيس الوزراء. غير ذلك ما كان حتى واحد، ولا واحد اهتم به، ولا واحد عطاه دقيقة من وقته.
إنه الناس راهي تبني في بلدانها الناس والسخونة تبون. ها قناة الكأس يا جدك، رئيس تاع بلد بحجم الجزائر يعطي حوار لقناة الكأس ويظهر أمامه العلامات الإشارية تاع كوكاكولا وماكدونالدز. هاي الحقيقة، رئيس تاع بلد مع قناة الكأس، هام وين وصلوا الصورة تاع الجزائر، هام كيف فضحوا البلد هذا، هام كيف صار عندنا مهرج على رأس بلد بحجم الجزائر. عوض أننا نحاولوا نتقدموا، نحاولوا نبني، نحاولوا نستقطبوا الاستثمارات تاع الشركات هذه اللي أصلا راهي ورا الرئيس المعين تبون، واللي عمرها ما رايحة تغامر أنها تجي البلد مثل الجزائر تحت حكم هذا النظام. مش انك تروح لقطر وتصور وراك هذه العلامات، وممكن لو كان فرحان لما شاف، ما على بالوش باللي هذه راهي اول مره تصرى في تاريخ البشريه، ما على بالوش باللي هذه راهي فضيحه للجزائر انه تظهر ورائك ماكدونالدز وكوكاكولا، وكانك لاعب كره قدم تاع الدرجه الثانيه او الثالثه يعني واقف امام قناه الكاس القطريه، مع احتراماتنا للقناه هذه. هاي الكوارث وين هي؟ على 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 كل حال، اللي هو النظام وازلامه على ما اظن الان. اعطيني اجابه فقط، كيف هذه؟ واحد ما يقدر يقول لك غيرها. كيف رئيس تاع الجزائر ما يظهرش في الواجهه، ما يحطوش في الواجهه؟ لماذا ما هو جالس امام امير قطر مثل ما امير قطر لما جا للمسخره تاع لعب البحر الابيض المتوسط كان في الصف الاول وكان امام الرئيس المعين تبون، لو كان عنده احترام لهذا البلد ويحط امامه الناس، لانه يحط امامه بن سلمان اللي كان في قمه العشرين، يحط امامه ملك الاردن عبد الفتاح السيسي، لكن الرئيس المعين تبون مستحيل يحط مسخره مثل هذا في الواجهه امام العالم. مستحيل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات باش مخرج عليا بالراي ديالكم. ناس مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. كيف العاده نتشوفوا في فيديو جديد، وديما مغرب.